وإلى البحرين، حيث أصيب عشرات الأشخاص بجروح في مصادمات عنيفة اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن جنوبي العاصمة المنامة. وذكرت الأنباء أن قوات الأمن استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين طالبوا بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة منتخبة. المصادمات حدثت حينما كان الآلاف يشيعون جنازة شاب لقي خطفه بعد أن هاجمت قوات الأمن منزله إثر تظاهرات عمت منطقة سكناه قبل أيام. هذا وجددت جماعات المعارضة بقيادة جمعية الوفاق جددت عزمها العودة للاحتجاج في دوار اللؤلؤة في 13 من سبتمبر أيلول الجاري. ومعنا عبر الهاتف من البحرين محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. سيد المسقطي، أهلا بك. إذن تجددت أعمال العنف في الأيام الأخيرة بين المتظاهرين وقوى الأمن بعدد من مناطق البحرين، والمعارضة تهدد باللجوء ثانية إلى دوار اللؤلؤة. هل ينذر ذلك بتأزم الوضع من جديد؟ يعني التهديد باللجوء لدوار اللؤلؤة هو تهديد سابق، ليس تهديد جديد، ولكن المختلف فيه هذه المرة أنه سوف يكون في يوم الانتخابات التكميلية إلى البرلمان، وخصوصا بأنه سوف يتم انتخاب، المفترض أن يتم انتخاب على الأقل 15 شخص لشغل الكراسي التي تنحت عنها جمعية الوفاق. بالنسبة إلى دوار اللؤلؤة، يعتبر دوار اللؤلؤة هو الرمز الذي تجمع فيه عدد من المتظاهرين سابقا من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية وديمقراطية وحرية. نعم سيد المسقطي، المتظاهرون ينادون بإسقاط الحكومة التي تتجاهل مطالبهم بحسب ما يقولون، هل ما زال هناك مجال للحوار؟ يعني السلطة فتحت باب للحوار، ولكن كان الحوار هو حوار شكلي لا يمت إلى مبادئ الحوار بأي نقطة، وخصوصا بأن كان الحوار حول ما يتعلق بأمور اجتماعية وأمور اقتصادية. المشكلة في البحرين لا تتعلق بتلك الأمور، المشكلة هي مشكلة سياسية متأزمة من عشرات السنين، وخصوصا مع وجود حكومة يترأسها شخص اتهم بالفساد، اتهم باستغلال السلطة، اتهم بانتهاكات حقوق الإنسان. أنا أعتقد إذا لم يكن هناك حوار حقيقي تشارك فيه كل أطراف المعارضة، لن يستطيع السلطة أن توقف تلك الاحتجاجات. طيب يعني الحكومة تدير حوار شكلي، يعني كيف ستتواصل الأمور؟ يعني ما هي توقعاتكم؟ أنا أعتقد في الأيام القادمة سوف تكون هناك أزمة حقيقية، أزمة سياسية حقيقية تؤدي إلى يعني تفجر الأوضاع السياسية في البلد، وخصوصا بأن الاحتجاجات ازدادت وتيرتها في الأيام السابقة، وخصوصا مع وجود ضحايا لتلك الاحتجاجات. قبل تقريبا أسبوعين كان هناك طفل ضحية، يوم أمس كان هناك شخص ضحية أيضا من منطقة سترة. أنا أعتقد الاحتجاجات سوف تتواصل، وهذا ما يؤدي إلى توتر ليس فقط على مستوى البحرين بل على مستوى الخليج وأيضا على مستوى المنطقة. ما لدولة البحرين دور في كل الأوضاع التي تحصل في المنطقة. نعم سيد المسقطي، يعني سيتم تنظيم الانتخابات التكميلية الأسبوع القادم، هل ستشارك المعارضة فيها وكيف ستؤثر هذه الانتخابات على الأوضاع الجارية؟ المعارضة بينت منذ السابق أنها لن تشارك في هذه الانتخابات. نعم. وهي مقاطعة إلى تلك الانتخابات، ولهذا هناك دعوات للاحتجاجات في يوم الانتخابات و دعوة الى الرجوع الى 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 دوار اللؤلؤة. الانتخابات لن تغير شيء من الواقع، وخصوصا بان البرلمان لا يملك صلاحيات للتغيير، لا يملك صلاحيات للتشريع. البرلمان ضعيف، لا يستطيع ان يقوم بدوره الملزم ان يقوم به. اذا الانتخابات لن تغير من الواقع شيء، وقد يؤثر في الوضع السياسي بارتفاع مستوى الاحتجاجات والاضطرابات في المناطق. نعم من البحرين محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.